The two blocks in figure are connected by a heavy uniform rope with a mass of 4 kilograms اللي هو ده and a board force of 200 newtons applied as shown. Draw three free body diagrams, one for the 6 kilogram block, 4 kilogram block rope with another one for the 5 kilogram block. يعني ثلاثة for each force indicate what body exerts the force. طب يعني هو عايز للبلوك اللي فوق ده اللي هو 6 كيلو جرام وهحط عليه القوة وبعدين دي التشين اللي هي دي وبعدين البلوك اللي هو 5 كيلو جرام. تعالوا نحط الفورسز عليهم كلهم. ادي الايه الفورس على ال 6 كيلو جرام في اف لفوق 200 نيوتن وفي ام جي اللي هو 6 × 9.8 وفي الشد تي واحد اللي هو مثلا ده اللي هو هنا تحت هيبقى تي 2 يشد التشين دي وهنا في ام جي اهي اللي هي 4 × 9.8 اخر واحد ده هيبقى فيه الشد اللي هو تي 2 وفي 5 × 9.8. في البارت بي بيقول what is the acceleration of the system. طبعا السيستم كله حاجة واحدة. هقول سيجما الاف يساوي سيجما الام في الايه لفوق الموجب يبقى 200 ماينس لو بصيت للسيستم على بعض يبقى عندي 1 2 3 كتل مجموعهم 15 كيلو جرام وبيتحركوا كلهم باكسلريشن ايه. اذا نقول 200 × 15 × 9.8 على 15 3.53 متر على السكند تربيع. في البارت سي what is the tension at the top of the heavy rope اللي هو ده يعني عايز التي واحد برضه اقول سيجما الاف تساوي ام اي الفورس اللي طالعه لفوق تي 1 وتحت 4 اللي نازل تحت 9.8 انا هدرس كده يعني عشان اهرب من التي 2 كده يبقى تي 1 ناقص 4 و5 يبقى 9 ناقص 9 في الاربعة دي والخمسة دي مع بعض اللي تحت يساوي 9 في الاي الاي خلاص اهي بس اجيب التي او الرقم ده في 9 × 9 × 9.8 طلع 120 نيوتن ده فوق. طيب في البارت سي في البارت دي بقى طالب what is the tension at the midpoint of the rope يعني هنا النقطة دي كده كده برضو نفس الشيء هقول سيجما الاف تساوي ام في ايه يبقى هقول مثلا تي داش مثلا هنا كده هقول تي داش ماينس النص ده هيبقى ايه 2 × 5 = 7 × 9.8 هيساوي 7 في ايه طبعا الايه اتفقنا اللي هي دي التي داش هتساوي يعني اضرب في 7 على 9 تي داش هتساوي 93.3 نيوتن. المعادلة نفسها كل مرة مفيش غير هي.